الثانية من بعد الظهر بتوقيت القاهرة، نشرتنا الإخبارية المفصلة لهذه الساعة. أهلا بكم. إلى تفاصيل، انطلقت اليوم بالقاهرة أعمال الحوار الوطني الفلسطيني برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يستمر لمدة يومين بمشاركة مختلف الفصائل الفلسطينية. وأكد مصدر مسؤول أن انعقاد الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة يأتي في إطار حرص مصر الدائم على تقديم كافة أشكال الدعم للشعب الفلسطيني لتحقيق وحدته. وتستهدف جلسة الحوار الوطني إنهاء الانقسام الفلسطيني وإنجاح العملية الانتخابية، وإبراز حرص مصر الدائم على تقديم كافة أشكال الدعم للشعب الفلسطيني. كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أعلن الشهر الماضي إجراء انتخابات تشريعية في 22 من مايو ورئاسية في 31 من يوليو، على أن يتم استكمال تشكيل المجلس الوطني في 31 من أغسطس. المزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف مباشرة الدكتور محمد صادق إسماعيل، رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. تحية لحضرتك دكتور محمد. تحياتي لحضرتك أستاذ المشاهدين، أهلا وسهلا. أهلا بك. بالتأكيد القضية الفلسطينية الشغل الشاغل وتحتل أولوية كبيرة لدى القيادة المصرية، طالما صادفت مصر حوار الفصائل الفلسطينية وجهد مبذول ومشكور للدولة المصرية في هذا الصدد. انطلقت اليوم بالقاهرة أعمال الحوار الوطني الفلسطيني برعاية الرئيس السيسي، كيف تنظرون إلى دلالة التوقيت والأهمية التي توليها مصر لهذه القضية على ضوء الحراك الأخير؟ نعم طبعا بعد التحية، طبعا فيما يتعلق بالأهمية، أهمية كبيرة جدا طبعا للدور المصري في إنجاح مسألة المصالحة الفلسطينية الفلسطينية والتقارب الفلسطيني الفلسطيني. حضرتك كما تعلمي أن مصر قامت بجهد دؤوب خلال السنوات الماضية من أجل طبعا لم الشمل الفلسطيني وجعل الصوت الفلسطيني صوت واحد، سواء فيما يتعلق بعام 2018، وكان هناك أيضا مسائل ربما قامت بها القاهرة فيما يتعلق بالتقارب الفلسطيني الفلسطيني، لكن هذه المرة هناك إصرار من القاهرة ومن الجانب المصري ومن الرئيس عبد الفتاح السيسي على إنجاح مثل هذه المسائل والتقارب الفلسطيني الفلسطيني، خاصة طبعا أننا على أعقاب ربما نوع من التوائمات ما بين سواء فيما يتعلق بانتخابات رئاسية، انتخابات تشريعية، انتخابات مجلس وطني، وهذا يتعلق بالشق الثاني من سؤال حضرتك فيما يتعلق بالتوقيت نفسه. التوقيت نفسه مهم طبعا، لأن نحن على أعتاب إدارة أمريكية جديدة تعلم جيدا الكثير عن منطقة الشرق الأوسط وعن أيضا الصراع العربي الإسرائيلي. جو بايدن لديه نوع من الخطط فيما يتعلق بربما التقارب، حتى أنه تحدث في برنامجه الانتخابي أنه يريد إحداث نوع من عودة المفاوضات مرة أخرى ما بين الجانب العربي الجانب الإسرائيلي. ده جانب. الجانب الآخر طبعا كان هناك جهود مصرية ما قبل حتى مسألة التقارب الفلسطيني الفلسطيني. على سبيل المثال كان هناك اجتماع رباعي في القاهرة ما بين فرنسا وألمانيا ومصر والأردن، ثم بعد ذلك كان هناك زيارة هامة جدا للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الأردن، كلها أمور تمهد لعودة أو تنقية الأجواء الفلسطينية الفلسطينية حتى يكون هناك حوار فلسطيني فلسطيني، ومن ثم يكون هناك صوت فلسطيني واحد يعبر عن قضايا الشعب الفلسطيني وقضايا طبعا الأمة الفلسطينية. وبالتالي من الممكن بعدها طبعا إجراء نوع من الانتخابات، سواء فيما يتعلق بانتخابات تشريعية أو انتخابات رئاسية أو المجلس الوطني، تكون الأمور أهدأ كثيرا. وأنا أعتقد أن الدور المصري ربما يقوم بالكثير في مثل هذا الجانب، سواء من خلال تقارب وجهات النظر ما بين فتح وحماس، أو من خلال حتى ربما دعم القضية الفلسطينية. ومصر لا تدخر جهد كما تعلمي حضرتك في نصرة القضية الفلسطينية حتى منذ بدايتها حتى تاريخه. وأنا أتخيل أن مسألة طبعا التقارب الفلسطيني الفلسطيني مهم جدا على كافة الأصعدة، كما أشرت حضرتك صوت فلسطيني واحد يستطيع طبعا ربما تصدير حتى صورة جيدة للإدارة الأمريكية الجديدة، ومن ثم حتى عودة المفاوضات مرة أخرى ما بين الجانب العربي والجانب الإسرائيلي. بشكر حضرتك جزيل الشكر على هذه المتابعة.